بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، أمين. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد القيامة المجيد. موضوعنا النهاردة هيكون عن بركات الاتحاد مع المسيح القائم من الأموات والصاعد إلى السماوات. ودي آية جميلة جت في كولوسي 3:1-3، يقول: إن كنتم قد قمتم مع المسيح اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض، لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. وهنا القديس بولس الرسول يتكلم على أهمية رفع القلب والفكر من الأرض للسماء. ودي بركة عظيمة من بركات الاتحاد مع المسيح في القيامة، إن المسيح بقيامته أعطانا إنه يرفع قلبنا وفكرنا علشان نرتبط به في السماوات. وقبل ما يتكلم عن رفع القلب والفكر، اتكلم على مدفونين معه في المعمودية، عشان الهدف مش ان احنا نفضل في القبر مع المسيح، الهدف نقوم معاه حسب وعده: لاني انا حي فانتم ايضا ستحيون. يبقى ربنا يسوع المسيح حي وقائم في السماوات، يسحب قلوبنا وافكارنا يرفعها معاه في السماء، فنحيا معاه فرحانين بالقيامة الحقيقية، قيامة الانسان فينا من الخطية، وارتباط عقولنا وقلوبنا بالسماء. وزي ما دخل يشوع بشعب الله لكنعان عشان كل واحد ياخد نصيبه في أرض الموعد، هكذا بيصعد بينا ربنا يسوع المسيح لكنعان السماوية كقائد لموكب نصرتنا، عشان ننال نصيب معاه في المجد السماوي. المسيحية مش مجرد إنها أعمال صعبة هنا على الأرض، نقعد نترك أكل ونترك شرب ونترك مال، بقد ما هي تمتع بحياة جديدة، جدة الحياة زي ما عرفنا المسيح. ما تعودش الأمور بعد ما عرفتنا ليه، الأمور العالم تجذبنا للعالم مرة أخرى. لكن ممكن واحد يسأل: طب إن كنا قمنا مع المسيح وبنطلب ما هو فوق، ليه لحد دلوقتي ممكن نكون بنسقط في الخطية؟ هقول لكم على 4 أسباب بتوقعنا في الخطية باستمرار. أول حاجة، اتكلنا على ذواتنا دون طلب معونة ربنا، لأن الواحد فينا أحيانا كتير يقعد يوعد ربنا بوعود وهو ناسي إن المسيح قال لنا: بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا. الحاجة التانية اللي بتوقعنا في الخطية، التهاون في الأمور الصغيرة. عشان كده كان مثل مشهور يقوله: الذي يتهاون في القليل يسقط شيئا فشيئا. وتلاقوا ربنا يسوع المسيح لما اتكلم في العظة على الجبل، انه بقى ياخد الامور الصغيرة ويدقق فيها. يعني بدل ما يقول لواحد ما تقتلش يقول له ما تغضبش، بدل ما يقول له ما تزنيش يقول له ما تنظرش نظرة رضية، وهكذا. عدم التهاون في الامور الصغيرة يخلينا نتمتع بالقيامة مع المسيح. نقطة تالتة، التوقف عن النمو، او احساس الواحد فينا انه كده كفاية. دي مشكلة كبيرة، روحية كبيرة. معنى ان الواحد فينا يتوقف عن النمو، لو خدناها بالناحية الجسدية، لما واحد يتوقف جسده عن النمو، لو طفل صغير سنه بيكبر وجسده مش بينمو، بنروح بيه للدكتور لانه عنده مشكلة في النمو، وفي ده طب اسمه طب للنمو، مشاكل الدكاترة يروحوا دكاترة للنمو، سنه بيعدي وجسمه ما بينموش. هكذا الانسان فينا في حياته الروحية. فعشان كده من وقت للتاني لازم نقف مع نفسنا واقفة ونراجع نفسنا. هل انا واقف؟ يعني مثلا هم المزمورين اللي بصليهم من وانا صغير هم ما تغيروش، هو القداس اللي بحضره هو ما بيتغيرش، فين النمو في حياتي؟ عدم النمو يقول ان في حاجه روحيه مش مظبوطه محتاجه للمراجعه. قديس امبروسيوس يقول: قد قمنا مع المسيح فلنحيا فيه ونصعد معه، حتى لا تجد الحيه عقبنا كعب رجلين لتلدغنا على الارض. يعني عاوز يقول إن كانت القيامة مع المسيح هي لازم تكون فيها ارتفاع للسماء، إن الواحد فينا يرتفع بعقله وفكره وقلبه للسماء، يبطل يفكر في الأرضيات، يغير طريقة حياته وتفكيره في الأمور. بالطريقة دي مش هيقدر الشيطان إنه يلدغنا في عقب رجلينا تاني. قديس جروم يقول: الذي يرتفع قلبه وفكره إلى السماء يكون كعصفور طائر لا تقدر الحية التي تزحف على الأرض أن تبتلعه. قديس أغسطينوس يقول: مثل هذا المؤمن اللي بيصعد للسماء يتحول من تراب إلى سماء، فلا يصير مأكلا للحية التي تلحس تراب الأرض. يبقى هنا هوت
مهم جدا ان احنا علشان نستمتع بقيامة مع الحقيقية مع ربنا يسوع المسيح ان تصعد عقولنا وقلوبنا والسماء، ونفتكر باستمرار ابونا في اول القداس لما يقول لنا اين هي قلوبكم او ارفعوا قلوبكم، وكلنا نقول له هي عند الرب، هي دي القيامة. عشان كده يسموا الجزء ده في القداس انافورة، يعني رفع. فان كنتم قد قمتم مع المسيح اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض، لأنكم متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. والمجد لله دائما أبديا، آمين.